عاصمة أبو ظبي، يعنى بالمرأة من الناحية الصحية والجمالية والتثقيفية، ويصاحبه معرض للجمال، وهو حدث توعوي يهتم بالغذاء والرشاقة وأيضا الأزياء، يعرض كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الطب والتكنولوجيا، ويتناول في كل عام موضوع جديد ومختلف يكون حديث الساعة. وللحديث أكثر عن الحدث يسعدنا أن نستضيف ويانا ريما جنحو، رئيسة تحرير مجلة الغذاء الصحي ومنظمة معرض التوعية الصحية للسيدات، وأيضا الدكتورة بحيرة الجيوشي، أخصائية علاج العقم والتوليد، وأيضا المتحدثة الرسمية لشركة كلير بلو. يا مرحبا بكما وأهلا وسهلا بجودكم ويانا. أهلا وسهلا، يا هلا فيكم. بداية نتحدث عن 3F، كيف ومتى تأسس وشو أبرز أهدافه؟ الومنز 3F صار عمره تقريبا 13 سنة، صرنا عاملين أكثر من 46 حدث. 46 حدث ما شاء الله. 46 حدث 3F. حلو. هيدا ماذا يعني 47؟ 3F هو نحن وقت عملناه، يعني أول ما طلعنا الاسم بالإنجليزي ومنز 3F شو؟ إنه فود فتنس أند فاشن. حلو. لأنه برأيي كل شيء معلق ببعضه بحياتنا، يعني حياتنا بتبدا بغذاء صحي وبكيف واحد يتفادى ووقايه من الامراض وكيف يتعامل مع المرض، وبعدين الجمال والبشره والفاشن والازياء، منظومه متكامله. أنا كله متكامل يعني. اكيد. طبعا دكتوره انتم ايضا شاركتوا في هذا الحدث، خلينا نتكلم عن سبب مشاركه كلير بلو في هذا الحدث. كلير بلو له مجموعة من المنتجات الكتيرة اللي تخص المرأة، ولكن المشاركة المرة دي في الحدث ده بسبب منتج جديد طالع من كلير بلو اسمه كلير بلو بلس. ده اختبار حمل، ولكن له ميزة جديدة ان هذا الاختبار النتائج بتاعته دقيقة جدا الى درجة 99%، والاهم من كده ان نتيجته بتطلع في اقل من دقيقة وربما 30 ثانية. ودي طبعا كلها حاجات تخص المرأة ومهمة جدا للمرأة، وبما ان الايفنت بتاع 3F كلها يخص المرأة فكان مهم قوي مشاركة كلير بلو بهذا الموضوع. جميل جميل. اكيد هذا الامر لا يغيب عن الساحة النسائية بكل تأكيد. خلينا شوي نتكلم كذلك عن موضوع الحدث هذا العام، شو اخترتوه كموضوع؟ هيدا الحدث انا برأيي بهيدا العصر لنحكي انه صار العالم ملوث بالمعلومات الخاطئة. صحيح. وخاصة المعلومات العلمية الخاطئة، فالمستهلك ضايع لأنه يتلقى مليون ألف معلومة، مليون ألف معلومة وفيها كتير أشياء تجارية قسم منها. فمن هيك هيدا الحدث هو حدث لتوصيل المعلومات وآخر مستجدات الطب والتكنولوجيا والمنتجات الجديدة بطريقة مبسطة للسيدات. نعم. وطبعا المواضيع اللي اخترناها هن مواضيع الساعة، موضوع الخصوبة عند المرأة، أهمية هذا الموضوع بفتكر بكل بيت موجود يعني سؤال على هالموضوع. أكيد. عنا موضوع تاني يلي هو مهم جدا، موضوع أمراض الغدة الدرقية يلي هي كمان كتير شائعة. شائعة أكيد. وعنا موضوع عن الجمال طبعا، عملية التجميل وإلى آخره، وموضوع عن جمال الأسنان، وعن اللايف ستايل يعني طريقة نمط حياتنا. نمط حياة. نمط حياتنا، وخاصة نحن هلأ قادمين على رمضان وقادمين على صيف، فنمط الحياة. حلو. دكتورة بحيرة، اليوم نحن نعرف كذلك أن في يعني مشاكل الخصوبة في عصر يتأخر فيه سن الزواج، ناقشتوا هذا الموضوع كذلك في 3F، خلنا شوي نتكلم عن ما هي حلول هذه المشكلة اليوم. هي الفكرة ان لو تواجد حل سهل كان بودي ان انا احكي لكل امرأة وديها هذه النصيحة، ولكن اذا قدرت ادي نصيحة فطبعا الزواج المبكر، ولكن احنا بنتكلم ان احنا في عصر فعلا ان الزواج تأخر، وتأخر بالنسبة للسيدات، وفي فترة عمرية وزمنية في حياة المرأة هي دي الفترة الذهبية اللي ممكن فيها الإنجاب، وعندما يتأخر الإنجاب بتبدأ المشاكل كلها اللي موجودة. فبالتالي النصايح اللي أنا أحب أديها لأي مرأة خلاص في وضع إن هي يمكن ربما تأخرت في الزواج لأي سبب، أو أخرت الإنجاب لأي سبب، إن إحنا نبص في محيط العائلة أو في الشخصية نفسها،
إذا سن الزواج متأخر خلاص يبقى ما نتأخرش عن استشارة الطبيب. نعم. 6 شهور محاولة وبعد كده نبدأ نفكر. إذا في أمراض معينة المرأة عارفة أن هي مصابة بها أو وراثية في الأسرة أو بالعيلة وبالأخص تكيس المبايض. نعم. أعتقد أن هي أكثر المشاكل الشائعة يمكن. من أكثر المشاكل الشائعة اللي موجودة تكيس المبايض وبتبتدي مشاكلها من سن المراهقة. نعم. فبالتالي احنا بنكون على دراية في من سن المراهقة. فبالتالي بننظر في وسط العيلة هل في مشاكل موجودة ممكن وأصلا كمان مشكلة الغدة الدرقية لها برضو ضرر على الإنجاب وممكن تمنع الإنجاب إذا كانت الغدة ما هيش متظبطة. فبالتالي لو في أي أمراض نمتنع عن التدخين، اللايف ستايل والنمط الحياتي لازم يكون متظبط، الوزن المرأة من أهم الأشياء، أهم العوامل، من أكيد. أهم العوامل. ممكن المرأة تدخل العيادة أقول لها لو أنت نزلتي وزنك حاجة بسيطة ما بتحتاج أي علاج، ما في مشاكل، ما في ما فيش أي علاج، بس شوية رجيم وممكن التبويض يرجع والحمل والإنجاب. حلو. طبعا المرأة ما بتصدقش لغاية لما بترجع لي بعد كم شهر وهي حامل. لا وهي حامل ما شاء الله. كمان يعني. حلو. فهي دي النصايح في الحياة النمطية بتاعتنا، إن إحنا نظبط فيها أي أمراض، إن إحنا نبحث لحلول للأمراض دي على طول، استشارة الطبيبة النساء وبالأخص اللي هو متخصص في الخصوبة، لكن ما لو حصل تأخر في الإنجاب في السن الكبير أكبر من سن مثلا 36 سنة. نعم. لأن عدد البويضات بيقل، إلى جانب أن عدد البويضات بيقل جودة البويضات نفسها بتقل مع السن الكبير. يعني إيه جودة تقل؟ يعني قابلية البويضة للإخصاب بتقل. صحيح. وكمان التشوهات بتزيد مع السن الكبير، وبالتالي الإجهاضات كمان بتزيد أكتر. صح. للأسف. فدي للأسف، فدي كلها حاجات ربما المرأة تكون مش على وعي قوي بيها، أو لو عرفناها بننساها بغض النظر عنها نتناساها. صحيح. يعطيكم العافية على هذه التوعية. خلنا أيضا نتكلم ريما عن المجلة، المجلة طبعا حضرتك رئيس تحرير مجلة الغذاء الصحي. نتكلم شوي عن أبرز أهداف هذه المجلة وشو أكثر شيء تتناولون فيها، ياريت نشوفها كذلك على الشاشة. نعم. المجلة صار عمرها 16 سنة ما شاء الله، أول مجلة علمية متخصصة بالصحة والتغذية والجمال بالعالم العربي، متكاملة موجودة بكل العالم العربي. ومن المجلة نحن قررنا نكفي التوعية الصحية مع السيدات، يعني نقدر نشوفهم ونكفي التوعية معهم، هذا الهدف الأبرز من هاي المجلة. طبعا. خلينا شوي نتكلم عن موعد الحدث هذا العام وكم سيستمر، يعني اللي حاب يشارك فيه. الموعد يوم السبت القادم ب 21/5 بالبيتش روتانا. ومعنا كنت عم تسأليني كمان مين الشركاء او الجهات المساندة لكم في هذا الحدث، مساندة لهذا الحدث. معنا طبعا الكلير بلو اللي هو الراعي الحدث الذهبي، معنا شركاء استراتيجيون وعندهم اطباء كفؤين، دانت الامارات وهيلث بلاس ومورفيلد هوسبيتال. وبعدين رح نعرض منتجات جديدة للمستهلكين، منتجات يمكن مش شايفينها لأنه صرنا بحاجة لأشياء طبيعية. أكيد. مثل زبدة الشيا يلي من الشجرة نعتمد على الأشياء الأورجانيك أو الأشياء الطبيعية، كل شيء أورجانيك كل شيء طبيعي عم نحاول نعرضه ونفرجيه للسيدات ونخبرهم عن آخر مستجدات. كم سيستمر ريما الحدث؟ هو يوم واحد بس فقط. يوم كتير حافل يعني من محاضرة لتسلية، يكون في أسئلة كذلك، أسئلة نقاشات مع صحبات مع كمان فنانة جايبين أمل حجازي مع عرض أزياء. أي ساعة بيكون إن شاء الله الحدث؟ من 11 للساعة 11 الصبح لساعة 4 عصر في البيتش روتانا، يوم السبت القادم. يعني هي دعوة لكل النساء اليوم اللي حابين انهم ايضا يكونون جزء من هذا او هاي الفعالية انهم يتوجهون الى البيتش روتانا. بفتكر لازم يعملوا اتصال لان يمكن ما بقى في محل دعوات خاصة. نعم. دعوات خاصة. طيب خلنا طبعا نوجه كلمة اخيرة دكتورة لكل من يتابعنا اليوم، شو تقولين لكل سيدة تتابعنا اليوم مثل ما ذكرنا تأخرت يمكن
في سن لأي سيدة. أنا دايما عندي نبرة تفاؤل، وأنا شيء زي ده شيء مهم، ودايما في أمل ودايما في علاج، وإحنا وصلنا في العلم بطريقة متقدمة جدا. حتى لو وصلنا لحصد البويضات واستعمالها مثلا فيما بعد، ففي حاجات علمية حديثة كتير. تنصحين بهذا الأمر دكتورة؟ إذا المرأة مثلا تزوجت ولكن عارفة أن الإنجاب حيتأخر، فبالتالي ممكن تقوم بعملية التنشيط وحصد البويضات وتجميدها لاستعمالها فيما بعد. نعم. فإذا تخيلنا أن هي عملت عملية الحصد بسن 30، ولكن عملت عملية IVF ربما في سن 36، سن هذه البويضات توقفت عند سن 30. حلو جميل. فبالتالي دي نصيحة كويسة جدا. نعم. لأي مرأة، المرأة اللي هي لا قدر الله تكون أصابت بالسرطان والكانسر، بنقول لهم برضو أن يعملوا عملية حصد البويضات قبل العمليات والكيماوي. كم تستمر يعني فعالية هذه البويضة إذا ما تم حصرها؟ البويضة ممكن يتم تجميدها لمدة سنين.